معانا اماني من الجيزه. سلام عليكم يا اماني. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتوره هاله، اهلا وسهلا يا لو سمحتي انا عايزه اسالك في حاجه بس بره موضوع الحلقه. ماشي. انا ليا اخين ولدين انا بعزهم قوي، حصل بيني وبينهم مشاكل كتير، وليا اخت بنت. فدلوقتي انا في يعني خايفه اقع، يبقى عندي يعني اقع تقاطيع منهم لانهم مستطعني. لحد البنت دي حصل مشاكل بينا ووصلت للمحاكم، وانا مش عارفه اعمل معاهم ايه صراحه، وانا كبيره. لا طب بصي بصي يا اماني، ايه جربتوا انكم تقعدوا منطق الاول؟ باباكي موجودين؟ لا لا دول متوفيين من زمان. طيب انت الكبيره ليه ما نجمعهمش كده في افطار مثلا على رمضان مثلا؟ حاولت كتير قوي معاهم لحد ما وصلنا ان احنا جبنا ناس كبار، وحاولت اعيدهم. الولد الكبير ده ما بيسمعش، في شيطان متدخل. عايزين ايه يعني، حاجات خاصه بورث والكلام ده؟ لا لا معنا يعني الورث ده احنا متفقين ان ده في حدود الله، يعني كله خد حقه. بس انا حد اذاه تعدى عليه مثلا؟ لا هو بصي يعني زي ما تقولي كده ان دي زوجه، زوجته دي بتكذب فهو بيصدقها باستمرار. فحصل ان المشاكل يعني ما حدش اذاه في حاجه. هو اللي اتاذى اتاذى في ولاده الولد الصغير. هو عمل محاضر لاخوه وسجنه بان هو كان بيودنا، فقال له شرط ان لازم يخرج عياله ان يقطعنا نهائي، ما عرفناش. لا 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 ايه ده؟ فانا مش عارفه اعمل ايه صراحه، انا خايفه اكون اقع في قطيعه وفي بلاء كبير فيهم. طبعا انا مش عارفه اعمل ايه. طب اسمعيني 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 يا اماني. اولا يا حبيبتي طبعا صله الرحم احنا بنقول ان هو فرض وحاجه جميله واحنا حريصين عليها، ومن وصلها وصله الله، وما زلت في صله الرحم مسوكة حتى باب الجنه. طيب دلوقتي احنا خدنا بالاسباب وكذا، وفي اخ منهم عاق، اخ بيدخل وعمل محاكم وقواضي. ايه ده، في اخوه يعملوا محاضر لاخواتهم؟ ده احنا لسه كنا حاكين البراء وانس وزاني ايده تفحمت وبقت عظم عشان بس ينقذ، شاف اخوه، اخوه يقول لك انا موت وما حسش بايده الا وهي عظم لما فكها من سلسله الروم. فاحنا الاخوه ديت يعني حاجه المفروض انها حاجه مقدسه، وبتيجي من التربيه من الاول، بتيجي من تربيه الاب والام. ازاي اخوك لا كذا، لا عيب، لا ما يصحش. طب اختك الكبيره، اخوك الكبير؟ والله يا بنتي انت بتصلي ركعتين طلب حاجه، دي نصيحتي ليكي، بتصلي ركعتين طلب حاجه، بتكلمي اخوك ده شويه وتكلمي اختك ده شويه ومن هنا شويه، وتتصلي بده شويه وتحاولي من هنا، وتدعي الله سبحانه وتعالى ان ربنا يزيل ما في القلوب. لا ما فيش، وفاضل سامع كلام مراته ومراته بتكذب، حسابها عند الله. والله المكر السيء يحرق باهله، وان كان كذبها او كذا او كذا بيعود عليها وبيبان، بتعدي سنين وسنين وبنشوف عشرات السنين، واللي كذب كذبه سبحانك يا ربي، وبيبقى اثرها عشان البعد، يجي البعد من الشخص ذات نفسه، وبنشوف الحاجات دي عيان تبقى عبر في الدنيا، فهي حسابها عند الله. لكن احنا لنا اخونا، وفي نفس الوقت ما نقوموش عليها عشان بس هو ايه دلوقتي عنده نقطه غلط، فلا ايه كذا، ونبر بعضينا ونسلم على بعضينا ونخلي نفوسنا حلوه لبعضينا. صله القرابه الاخوه دي حاجه يعني، مين اللي سندك؟ اشدد به ازري واشركه في امر مين؟ هارون اخي. فما يبقى الامر فيه محاكم وكذا وكذا، ده امر صعب، صعب ان احنا نتقبله، صعب القلوب. بتحاولي وبتاخدي بالاسباب، رديو رديو، هاتوا الاثنين التانيين، بلاش ده، طب هاتوا الاثنين التانيين نتجمعوا مع بعض ونشيل اللي كذا. بلاش يا سيدي دلوقتي، خلينا احنا كاخوات الاول وبعدين نبقى نجيب العيال. لكن اللي يعز في النفس الواحد انك تقولي اخ واتاذى في اولاده، يعني مش هو بس اللي اتاذى، ده هو اتاذى في اولاده، فطبعا ده مش صح. تصلي ركعتين طلب حاجه، وحطي كده مع نفسك حاجه ديت وديت لوحديها، وكلمي دوت وكلمي ده، وشوف يعملوا، وحاولي تجمعيه، وادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل يعني بركه هذا الشهر في تجمعك، اللهم امين. خدت بالاسباب وما ينفعش، يبقى اعذرنا الى الله، ما اجيش اسال يوم القيامه ما يبقاش عندي ذنب، بس بفضل بحاول وبسال الله سبحانه وتعالى الاعانه، اللهم امين. يعني